أهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. دي المحاضرة رقم 6 من مادة لينير ألجبرا لطلبة الترم الثالث. النهاردة اللكتشر معتمدة على اللكتشر اللي فاتت اللي هي اللينير كومباينيشن والإندبندنس. النهاردة هناخد كونسبت جديد بمفهوم جديد اللي هو السبانينج سيت والبيسس والدايمنشن اوف فيكتور سبيس. ثلاث حاجات مهمين جدا ومرتبطين ببعض جدا. نبدأ الأول بالسبانينج سيت. If the set S is a spanning set of the vector space V, then any vector in V can be written as a linear combination of the vector in S. يعني إيه؟ يعني if لو عندنا مثلا أي vector space ال V capital ده هنعبر عنه vector space، دايما هنسميه V capital. فأي vector صغير كده V small جوه ال vector space، مش احنا قلنا ال elements اللي جوه ال vector space هنسميها vector. ايا كان شكل الفيكتور سبيس، قد يكون فيكتور فعلا في ال Rn n dimension او matrices او polynomial of degree at most n. الحاجات اللي قلنا عليها اشكال الفيكتور سبيسز المشهورين اللي احنا هنتعامل معاهم طول الترم. فلو في فيكتور جوه الفيكتور سبيس فلازم يكون، لو قدرنا نجيب set S جواها شوية فيكتورز v1 v2 لحد vn، فمعنى انها تبقى spanning set امتى؟ لو اي vector v جوه ال vector space can be written as linear combination من ال ايه؟ من ال v1 وال v2 لحد ال vn. يعني v small ده يبقى c1 v1 c2 v2 لحد cn vn. لازم الاقي ان في c1 و c2 و cn. لما اجي احل السيستم ده non homogeneous system زي ما قلنا قبل كده، لازم لما اجي احله الاقي ان ليه حل واقدر ان انا اجيب السيهات دي. وده معناه ايه بقى؟ بطريقة تانية، ان مجموعة الفيكتور v1 و v2 لحد vn دول مجموعة spanning set، يعني مجموعة مولدة can span all the vectors in vector space. يعني ممكن تول عن طريقهم اقدر احصل على اي فيكتور جوه ال vector space. عشان كده بنسميها spanning set، يعني مجموعة مولدة. وفي الوضع ده بنقول ان ال v بيساوي ال span of S. يعني ايه؟ يعني ال V بيجي من ال S تعمل spanning، يعني تولد تكبر ال V هات اللي جواها دي V1 V2 لحد VN عن طريق linear combination، تكون ال V كله. يعني ايه ال V كله؟ يعني كل ال vector اللي في ال vector space. يبقى نقولها كده ان ال V ده vector space، ال S دي اللي هي ال spanning set. فنقول ان ال V equal span of S، او نقول بطريقة تانية ان S is the spanning set of V. ال S هي المجموعة المولدة لل V، ونقصد بيها ان عن طريق شوية ال vectors اللي جوه ال S اقدر ان انا اولد اجنريت اجيب كل احصل على كل ال vectors اللي جوه ال vector space. عشان نفهم الكلام ده لازم نبدأ بإجزامبلز بسيطة ونمسكها كده واحدة واحدة ونكبرها. فناخد مثلا أول إجزامبل، وده بديهي جدا وواضح، السات S اللي بالشكل ده 0 1 و 1 0 أو 1 0 و 0 1. دي سات فيها كام فيكتور يا جماعة؟ دي فيها 2 V1 و V2. دي بتمثل ايه؟ 2 فيكتور من ال 2 دايمنشن. فبنسأل بقى سؤال مهم جدا، is S a spanning set of R2. R2 ده اتفقنا ان ده vector space مشهور، وهو كل ال vectors اللي هما 2 dimensional vectors. فالسؤال هنا معناه ايه؟ هل عن طريق ال V1 و V2 اقدر احصل على اي vector 2 dimension؟ فهتقف شوية وتفكر، هل اي vector 2 dimensional vector يخطر على بالك بأي ارقام can be written as a linear combination من V1 و V2 دول؟ هنفكر شوية، هنقول ماشي ايوة طبعا. let assume مثلا in general كده ان في عندنا vector x و y. فيكتور اكس واي ده عبارة عن في سمول ينتمي للفي كابيتال، يعني ده فيكتور جوه الفيكتور سبيس. اني فيكتور في الفيكتور سبيس كان بي ريتن از ا لينير كومباينيشن من الاثنين دول. ايوه ببساطة، لو انا كتبت كده الاكس مضروبة في ال 1 0 والواي تتضرب في ال 0 1، وطبعا الاكس والواي دول اي ارقام، اني ريل نمبر بالشكل ده. ده شكل اللينير كومباينيشن، اقدر ان انا احصل على اي فيكتور. مثال مثلا بالارقام، لو عايز اكون 2 و 3 ده فيكتور، هضرب 2 في 1 0
وهضرب 3 في 0 1، يبقى ايه؟ مشيت معايا كل الارقام، ممكن هتمشي معاك بقى بالمنطق ده طالما ان انت قدرت generally speaking كده، يعني بالكلام بصفة عامة زي المنظر ده كده، انك تعبر عن الفيكتور ده generally بلينير كومباينيشن من التو فيكتورز دول، يبقى نقول ان التو فيكتورز دول هنسميهم ايه بقى؟ الفيكتور ده وده هنسميهم is a spanning. يبقى السات دي كلها اسمها spanning set. بمعنى ايه spanning set بقى؟ معناها ان الاس بتقدر ان هي بتسبان ال R2، يعني عن طريق الاتنين دول بس هقدر ان انا اولد او جنريت كل الايه الفيكتورز اللي موجودين في ال R2. او نقول ان ال R2 بتتكتب اكتر من طريق، هي نتيجة السبان بتاع الاس برضو بتتكتب كده، يعني نتيجة الايه السبانينج بتاع الاس اللي هو اللينير كومباينيشن ما بين الفيكتورز والاس. فهمنا كده الفكرة؟ ناخد اكزامبل تاني. طيب الست اس دي عبارة عن 3 فيكتور في 2 دايمنشن، 1 0 0 1 دول بتوع المرة المسألة اللي فاتت، وزيادة عليهم الفيكتور ده. is spanning set of R2 ولا لا؟ هلاقي ايوه طبعا، لان الاتنين الاولانيين كانوا spanning set، فلما ازود عليها اي حاجة هيبقى spanning set برضو. فمن هنا لازم نستنتج حاجة مهمة جدا، ايه هو؟ ان there are many spanning sets لأي vector space. تمام، يعني ايه؟ مثلا ال R2 في spanning set يبقى طولها 2، في spanning set يبقى طولها 3، في spanning set يبقى طولها 4، ففي many spanning sets اقل واحدة فيهم طولها لازم يكون 2، لكن ما ينفعش تبقى في spanning set طولها 1، لان انا مش عمري ما هقدر اجنريت او اسبان 2 dimensional vector عن طريق vector واحد بس. فيبقى هنا الإجابة أيوة، yes is a spanning set of R2. ليه؟ لأن الاتنين دول كانوا spanning set already، وإحنا هنا زودنا فهتبقى spanning set، بدليل إن أي vector x و y نثبت على طول بالبروف كان بيريتن as، بص كده، x في 1 0 y في 0 1، أدي أول اتنين، وهنا مثلا 0 في 1 1، صح كده؟ صح. طالما قدرت تكتبها بلينير كومباينيشن من التلاتة فيكتور يبقى هنقدر نقول إن دي spanning set. اوكي طيب، هناخد دلوقتي نتكلم على كونسبت مهم جدا، هو البيسز بقى. البيسز ايه علاقته بالسبانينج سيت؟ ايه التعريف بتاع البيسز؟ البيسز هو سبانينج سيت، بس كمان هنضيف له كونديشن زياده، هو ان الاليمنت اللي جواه او الفيكتورز اللي جواه ار اندبندنت. يبقى السبانينج سيت لو اثبتنا ان الفيكتورز المكتوبه فيها اندبندنت يبقى هي كمان بيسس، وبالتالي ده بيخليها في ميزه فيها، بيسس is the smallest possible spanning set، يعني بيخلي كل البيسس بتاعتنا الطول جواه جواه عدد من الفيكتور ثابت، وهو اقل عدد من اصغر spanning set موجوده. يبقى البيسس is the smallest possible spanning set with the least number of vectors to span the space. يبقى هنا البيسز بيتميز بإيه؟ إن هو spanning set، بس إحنا زي ما اتفقنا الـ spanning set ممكن يكون عددها بالزيادة، يعني ممكن الـ R2 أجنريتها باتنين فيكتور، اتنين، ممكن تلاتة، ممكن أربعة، ففي many spanning sets. لو أخدنا الـ spanning sets اللي عددهم اتنين هو أقل عدد، ده هنسميه البيسز، بشرط تكون الـ vectors independent. عشان كده بنلاقي إن عدد الـ vectors في الـ basis بيعبر عن الـ dimension بتاع الـ vector space. فلو قلنا مثلا الـ dimension of R2 هيبقى اتنين، الـ dimension of R3 هيبقى تلاتة. اشهر بيسز عندنا اللي هي بنسميها الستاندرد بيسز، دي هتخلينا برضو نفهم الموضوع ايه يعني اسرع شويه. هي قصه الستاندرد بيسز، وهي اشهر بيسز ممكن نجنريت بيها اي فيكتور سبيس. ناخد اكزامبلز كده، مثلا لو قلنا الار 3، لو عايزين نجنريت الار 3 اسهل 3 فيكتور اقدر استخدمهم في الكلام ده، وهنسميهم البيسز او الستاندرد بيسز، هما 1 0 0 صح، و 0 1 0 و 001، فدي نقول عليها spanning set. أيوة، لأن أي vector كان بريتن as، أي vector جوه ال R3 كان بريتن as linear combination من التلاتة دول، وفي نفس الوقت نقول عليها pieces لأنها التلاتة دول independent. عرفتي منين؟ عرفت بسهولة جدا إن أنا اللي كتبتهم تخيلتهم في matrix كده اهو، 3 فيكتور. لو نراجع بقى الاندبندنس، دول اندبندنت ليه؟ لان انا لو كتبتهم في ماتريكس هلاقي ان عدد البيفوتس 3 وعدد الكولوم 3، يبقى الرانك اوف ايه ب 3، ده هوموجينيوس سيستم،
والحل بيبقى يونيك زيرو سوليوشن، يبقى الفيكتورز دول ار ايه؟ دول اندبندنت بالنظر كده على طول. فعشان كده دول اسمهم الستاندرد بيزس، اللي هم اسهل بيزس ممكن يكونوا لنا، او التريفيال كيس يعني ممكن يكونوا لنا الار 3. طب مثلا ار 4 اعتقد الموضوع هيبقى سهل. ار 4 يبقى هنقول اول واحده 1 0 0 0، بعد كده 0 0 0 1، خلينا نمشيها بالترتيب، بعد كده 0 1 0 0 نحط ال 1 في تاني خانه، بعد كده ال 1 في تالت خانه، بعد كده 001 حط ال 1 في رابع خانة، ودول كده ال standard basis بتاعة ال R4. نقدر نقول من هنا ان ال dimension بتاع ال R4 بيساوي كام؟ 4، اللي هو ايه؟ طول العدد ال vectors اللي جوه ال basis اهي. طيب dimension هنا dimension of R3 بكام؟ بتلاتة. يبقى in general يا جماعة ال dimension بتاع، ودي سهلة قوي، ال dimension بتاع ال Rn اللي هو اللي بيمثل ال n dimensional vectors، عدد ال dimension أو عدد ال vectors اللي جوه ال basis بتاعته، أشهر حاجة ال standard basis، عدد ال vectors هيبقى دايما n. طيب ناخد example تاني ل vector space تاني مشهور، وليكن مثلا ال matrices، matrix مثلا ايه؟ 2 في 2، الماتريكس اللي 2 في 2 عايزين نجيب الستاندرد بيسس بتاعتها، اللي هو اشهر سبانينج سيت او اشهر بيسس اقدر اجنريت بيها اي ماتريكس اوف 2 في 2. هلاقي كده ببساطة خالص ان انا الماتريكس دي اللي هي 1 0 0 احط 1 مرة في اول خانة، احط 1 مرة هنا صح، زيرو 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 وان. اللي انا عملته ان انا كتبت اي ماتريكس 2 في 2 كتبتها لينير كومباينيشن من الاربعة دول، يبقى السيت اس اللي فيها الاربعة دول اهم عبارة عن بتمثل ايه؟ بتمثل إيه؟ هي سبانينج سيت، ايوة. طب وهم اندبندنت، ايوة، وعشان كده هنقول عليها بيسس، ودي كده عشان البيسس المشهورين قوي فنقول عليهم ستاندرد بيسس. فيبقى ال dimension of M، ال dimension of M 2 في 2 بكام؟ شايفين عدد ال vectors كام جوه ال S؟ 4. يبقى in general dimension of M N by M محتاجين كام vector عشان نجنريت بيه ال M N by M؟ N في M. أتمنى تكون واضحة. ناخد example تاني برضو ال vector space المشهور قوي، اللي هو ال polynomial، اللي هو ال polynomial المشهور قوي اللي هو P مثلا وليكن P3. طب P3 ده polynomial of degree at most 3، يعني P3 ده اقدر اكتبه ازاي؟ عبارة عن A node plus A1x plus A2x squared plus A3x cube. ها فكر معايا كده، ايه البولينوميالز اللي اقدر اجنريت بيهم اي بولينوميال بالشكل ده؟ كام بولينوميال؟ فهلاقي ان انا ممكن اكونهم اي polynomial of degree at most 3 عن طريق ال 1 وال x وال x squared وال x cube. دول كده ال polynomials بتاعتنا. يبقى ال dimension بتاع ال P3 هيبقى 4. يبقى in general ال dimension بتاع ال P to n هو n plus 1. وبكده نبقى فهمنا فكرة ال basis وفهمنا فكرة ال standard basis. وعلى فكرة ال standard basis مهمين جدا بالنسبه لنا، لان هم دول هيبقوا الريفرنس بتوعنا. يعني مثلا وانا بحل مساله على الار 3 انا حاطط في دماغي دايما ان البيسز بتاعت الار 3 طولها 3 اللي انا اعرفهم المشهورين. فلو جات الارقام غريبه مش ستاندرد بيسز وعايزه تشيك ومديني مثلا 2 فيكتور، هقول لا يمكن ده يكون بيسز لان على الاقل هم 3. طب جايين 3 اه هنا في احتمال، اتشيك بقى واعمل ايه التست بتاعي. طب لو هم 4 هقول برضو لا يمكن ده يكون بيسز، اه ممكن تكون سبانينج سيت لكن لا يمكن تكون بيسز. ليه؟ لان انا متاكد ان البيسز طولهم 3، اي بيسز لازم يبقى طولها 3. طب ليه؟ علشان الدايمنشن بتاع الار 3 3. اوكي اتمنى يكون الموضوع واضح. هنبدا دلوقتي ناخد اكزامبلز ونتكلم فيها ونحكي فيها والمواضيع تبان اكتر. بنأكد تاني بس على النقطة دي ان اي spanning set، اي basis is a spanning set، يبقى اي basis هي always spanning set، لكن مش اي spanning set is basis. امتى تبقى basis؟ لما تكون independent في condition هنا.
تمام. كمان أكد على إن أطوال السبانينج سيتس لنفس الفيكتور سبيس بتختلف، لكن أقل واحد فيهم طوله إيه؟ طوله اللي احنا اتفقنا عليه ده. لو ار ان، لو انت بتتكلم على فيكتور سبيس زي ار ان، فهتقول ان طولهم دايما ان، ممكن ان بلس 1 كده، لكن اقل واحد فيهم بيبقى طوله ان. انما البيسز معروف اطوالهم ثابته وهي طولها كلها ان. اوكي، ناخد اكزامبل. Is this set a basis or spanning set of R3؟ ومدينا set S وده الشكل بتاعها، اللي هو ال 1 موجودة في مكان واحد بس، 100 010 001. طبعا دول مشهورين جدا وقلنا عليهم ايه، ال standard basis. يعني ايه؟ يعني دي spanning set، ايوه، ودي كمان basis، ومش بس كده، دي ال standard basis كمان، اللي هي اشهر basis موجود. ومن هنا نقدر نستنتج ان ال dimension of R3 بكام؟ بتلاتة، ودي حاجة طبعا معروفة. تمام. طيب ناخد اكزامبل تاني. طيب السيت اس دي، هل دي بالنسبه للار 3 تبقى سبانينج سيت؟ هنسال نفسنا الاول، دول الثلاثه الاولانيين اللي هم اللي بيكونوا الستاندرد بيسز، وتضاف عليهم واحد زياده مفيش مشكله، قلنا ان هم مفيش مشكله بالنسبه ان هي تبقى سبانينج سيت. ايوه دي سبانينج سيت. ليه؟ لان احنا ممكن من اي لينير كومباينيشن من الاربعه دول نقدر نكون اي فيكتور ثلاثه دايمنشن. طب وتقولي طب والاخير 1 1 1 احط اضربه في زيرو. تمام، وريتها لكم قبل كده. يعني لو عندي اكس واي زد، ده فيكتور ثلاثه دايمنشن، هكتب اكس في 1 0 0 اهو لينير كومباينيشن، واي في 0 1 0، زد في 001. طب وال 111 هضربه في 0، يبقى قدرت اكتبها في صورة linear combination من الاربعه. ايوه، يبقى خلاص هي spanning set. نيجي بقى للسؤال اللي بعده، هل هي basis؟ لا طبعا. ليه؟ لان انا عارف ان ال basis بتاعه ال R3 لازم يكون عددها 3 ودول 4، طالما زادت يبقى ده مش ايه، مش basis. وبالتاكيد ان الاربعه دول مش independent، اول ثلاثة independent والرابع ده مش independent، هيجي من، وفعلا هو لو بصيت شوية كده وفكرته هتلاقيه بيجي من مجموعة ثلاثة. يعني فعلا هنا لو سمينا ده في اربعة وده في وان وده في تو وده في ثري، هتلاقي ان في اربعة علاقته بالفي وان والفي تو والفي ثري هتلاقيه مجموعهم، ففي علاقة ما بينهم. يبقى الفي اربعة ايز، يبقى اقدر اقول ان في وان وفي تو وفي ثري وفي فور ار ايه، dependent، معتمدين في اعتمادية معينة، يبقى not a basis. مثال بعد كده. طيب التلاتة فيكتورز دول هل هم spanning set؟ بص لهم كويس هتلاقيهم شبه اللي فاتوا بالظبط، اللي هم الستاندرد بيسز، بس مضروبين في scalars. فهل هم spanning set؟ هل اي فيكتور اكس واي زد اقدر اكتبه في الصورة دي؟ اه ايوه اقدر اكتبه في الصورة دي، يبقى spanning set باينة. لو عايز تثبتها ممكن تقول كده x y z بيساوي، ها هاخد ال x على 2 بقى المرة دي، اضربها في 2 0 0 كده بانت. مثلا ال y يبقى y على 3 هضربها في 0 3 0، شوف كده. يبقى احنا كده حققنا اللي احنا عايزينه بالظبط، ناقص z 0 0 ناقص 1. الخطوة دي زيادة، لان انت لو قادر تقولها بالكلام كده مفيش مشكلة، يعني أي فيكتور جوه ال R3 كان بيريتن as linear combination من التلاتة دول تبقى دي spanning set. السؤال اللي بعد كده، هل هما bases؟ أولا عددهم تلاتة يعني زي قد ال dimension بتاع ال R3. طب هل هما independent؟ طبعا طبعا independent. طب عرفتي منين هل هما independent ولا لأ؟ سهل جدا ان انا اعرف اذا كانوا independent ولا لأ. اولا الماتريكس دي لو كونت الماتريكس دي هلاقيها diagonal، لو احنا عملناها في ال reduced row echelon form هنلاقي ان في 3 بيفوت، لان نقسم الصف الاول على 2 والتاني على 3 والتالت على ناقص 1، هنظبطهم بحيث يبقوا واحد، هنلاقي في 3 بيفوتس وان ب3 والرانك ب3، يبقى خلاص دي كده يونيك زيرو سولوشن، يبقوا independent. باينه جدا لما بتكون الماتريكس diagonal والdiagonal كله ارقام، فبتبقى ايه، independent. فالثلاثه فيكتورز دول ار independent فعلا، فتبقى بتكون basis كمان، الاجابه basis. اللي بعد كده، هنا السيت فيها اتنين فيكتور بس، يبقوا بالتاكيد دي مش basis. طب نسال سؤال، هل ممكن عن طريق اتنين فيكتور اقدر اكون فيكتور في ال 3 دايمنشن؟ تعال نتخيل مع بعض اتنين فيكتور في الايه، في الفراغ كده، هل عن طريقهم اقدر اكون كل الفيكتورز اللي في ال 3 دايمنشن؟ يعني اقدر اكون منهم
سوليد او حاجه ليها فوليوم مجسم؟ لا طبعا، 2 فيكتور يكونوا لي اقصى حاجه، يكونوا لي بلان مستوى، فلا طبعا ما ينفعش. يبقى كمان برضو مش سبيننج سيت، لان اقل سبيننج سيت لازم يكون جواها 3 فيكتورز. فدي برضو حاجات نجاوب عليها على طول. السيت اس دي فيها 4 فيكتورز بالشكل اللي قدامنا ده، هل هي سبيننج سيت وهل هي بيسز؟ طبعا هي مش بيسز. اقدر ارد على ده على بيسز؟ لا على طول. ليه؟ لان عددهم 4 وانا عارف ان البيسز لازم يكون طولها 3. طب السؤال الاهم، هل هي تنفع تبقى سبيننج سيت؟ يعني هل عن طريق ال4 فيكتورز دول تقدر تكون اي فيكتور يخطر على بالك في 3 دايمنشن؟ الف اي مثال، مثلا ممكن ان انت تكسر القاعده باي كاونتر اكزامبل. مثلا عايز اعمل 1 2 3، ده فيكتور في 3 دايمنشن، ازاي ممكن اكونه من حاجه كده زي ما انتم شايفين؟ هقول مثلا هضرب الاولاني في 1 عشان تتظبط اول واحده، تمام، وبعدين هضرب التاني في كام؟ في 0 عشان ما ينفعش تبقى ايه كده، طب ماشي. وبعدين هتلاقي نفسك مش عارف تكمل، يعني مش عارف تعملها، مش هتتظبط ابدا معانا. نحط هنا اي سي 1 مثلا، سي 1 سي 2 سي 3 سي 4، ونحاول ان احنا نجيب سي 1 سي 2 سي 3. مش هنعرف نجيب ريل نمبر تحقق الكلام ده. فهنلاقي ان الكلام ده معناه ان الفيكتورز الاربعه دول مش ايه، مش هيقدروا يوصلوني للي انا عايزه، فايه، فتبقى مش سبانينج سيت. طيب هنشوف مع بعض الثيرم دي بتقول ايه. بتقول if S is an independent set، لو عندنا set معينة جواها independent vectors and the number of vectors in S is equal to dimension of vector space then S is a basis for V. يعني بمعنى ايه؟ لو انا مثلا vector space بتاعي R3 ولقيت ان عندي S جواها 3 vector V1 و V2 V3 عددهم 3، وعملت تيست لقيت ان V1 و V2 V3 independent، يبقى خلاص دي كده S is a basis. is a basis for ال v. النظرية دي طبعا منطقية، معناها ان لو لقيت اي independent vector بعدد ال dimension، عددهم زي ال dimension، يبقى خلاص دي كده basis، لان هما اكيد هيكونوا spanning set فاكيد هيكونوا و independent فاكيد هيكونوا basis. الاكزامبل ده في set S جواها 3 vectors، تمام، يعني نفس عدد ال dimension بتاع ال R3. هل الثلاثة فيكتورز دول independent ولا لا؟ دي سهلة خالص، لان هما شكلهم اهو، لو اخدت اول فيكتور حطيته وبعدين التاني حطيته في الماتريكس وبعدين عملت echelon form، هي already باينة ان هي ايه، upper triangular matrix. يبقى عدد ال pivots اهم، في pivots هنا، يبقى عدد ال pivots number of pivots بكام، اللي هو الرانك بتلاتة، والان كمان بتلاتة اللي هي عدد الكولمز. هنا ده بيساوي ده، يبقى ده unique zero solution، يعني independent. خلاص شفت بالنظر كده دول independent، فطالما انهم عددهم 3 vectors plus independent يبقى اقدر اقول ان الاس دي spanning set، واقدر اقول كمان انها basis. صح، النظرية دي مهمة جدا. تعالوا بس نلخص حاجة مهمة قلناها عشان نبدأ ان احنا نحل examples اكتر. طيب ال4 نقط اللي عايزه اكد عليهم، اول نقطه there are more than one spanning set، اتفقنا على كده ان في اكتر من spanning set، عدد كبير. تاني حاجه number of vectors في spanning set اكبر من او يساوي dimension of v، يعني ممكن العدد يزيد ما يقلش. يعني لو انا عندي بتكلم مثلا على R3 في spanning set ممكن يبقى فيها 3 او 4 او 5 او يبقى اكتر من او يساوي. تالت نقطة there are more than one basis، في أكتر من basis. رابع نقطة إن عدد ال vectors number of vectors in basis is the same for all bases. أخدين بالكو؟ basis واحدة هي بتكتب بال i، مجموعهم بيتكتب بال e basis of v and is equal to dimension of v. يبقى basis كتيرة لكن كلهم طولهم لازم يكون يساوي ايه، ال dimension. ومن هنا عرفنا التعريف بتاع ال dimension of vector space هو عبارة عن عدد ال vectors اللي موجودة جوه ال bases. واتفقنا ان اشهر الحاجات برضو لازم نبقى عارفين دي dimension of rn طلعت n، dimension of mn by m طلعت n في m، dimension بتاع ال pn ال polynomial of degree at most n طلع n plus 1، واثبتها لكم عن طريق ال
ستاندرد بيسز كإكزامبل عشان تتأكدوا ان الكلام ده مظبوط. نشوف الثيرم دي مع بعض. بتقول ايه؟ if w is a subspace of v، اتفقنا ان ال v vector space ده هو عبارة عن سيستم معين موجود فيه شوية vectors وفيهم اتنين عمليتين الاديشن والسكيلر مالتيبليكيشن، وبيخضعوا لعشرة conditions. اتفقنا على الكلام ده، وبعدين اتفقنا ان لكل vector space v جواه ممكن يكون فيه subset منه اسمها subspace، سميناها subspace، وهي نفسها vector space وبتتميز بانها closed under addition closed under scalar multiplication، وبتتميز بان الزيرو موجود جواها zero element. كل ده احنا قلناه قبل كده. ايه بقى الموضوع بتاع النهارده؟ انك انت زي ما بتعرف تجيب الدايمنشن بتاع الفيكتور سبيس، هنعرف كمان نجيب الدايمنشن بتاع اي سب سبيس من فيكتور سبيس. طب الدايمنشن بتاع الدبليو اللي هي جوه الفي، هل هيبقى هو نفسه الدايمنشن بتاع الفي؟ لا، هيبقى ممكن يساويه او اقل من او يساوي، يعني ممكن يبقى قده ممكن يبقى اصغر منه زي ما هنشوف بالاكزامبلز، لكن مش ممكن يبقى اكبر، وده طبيعي وبديهي جدا. يعني مش ممكن الاقي ان الدايمنشن بتاع السبسيت الاصغر تبقى اعلى من الدايمنشن بتاع الهول سيت، صح؟ فتعالوا ناخد امثله وخلينا نتفق عشان ما نتلخبطش، الحاجات بقى تدخل في بعض. خلينا نتفق ان في كابيتال ده اللي هو الفيكتور سبيس، والدبليو هي السب سبيس، عشان نستخدم دايما الرموز دي تبقى محجوزه كده للايه، للكلام ده. ناخد اول مثال. Find a suitable basis for the following subspaces of R4. نبص كده على أول subspace قدامنا اللي هي W. W subset من ال R4. ليه؟ لأنها عبارة عن vector 4 dimension بس بمواصفات معينة، فعشان كده هي subset من ال R4، مش بتمثل كل ال R4. ايه المواصفات دي؟ ليها شكل معين. ايه هو؟ ان اول element مثلا اسمه X اي حاجة، والتاني Y اي حاجة تانية، والتالت بقى يبقى x plus y مجموعهم، والرابع بقى يبقى x ناقص y. فهنسأل سؤال بقى، نقول هل ال w دي ليها كام البيسس بتاعها، جواها كام فيكتور؟ يعني عشان اكون ال w ده اقدر اكتبه بكام فيكتور، as a linear combination من كام فيكتور. موضوع سهل قوي، هنكتب، هنحاول مع بعض كده نكتب اللي هو الشكل بتاع الفيكتور، الشكل العام بتاع اي فيكتور جوه ال w. let v small جوه ال W، يبقى ال V كان بريتن از اهو. هكتبه ازاي؟ هلاقي ان انا لو اخدت ال X بره ممكن اضرب في وبعدين 0 وبعدين 1 وبعدين 1، وهلاقي لو اخدت ال Y بره هضرب في اول واحدة في 0 1 1 ناقص 1. نسأل تاني السؤال ده، هل الشكل ده هيجيب لنا اي فيكتور على الصورة دي؟ ايوه مظبوط. و X و Y دول اي ارقام arbitrary، يعني real، اي real number. يبقى طالما انك قدرت تكتب اي فيكتور جوه ال w as a linear combination من الاتنين دول، يبقى الاتنين دول هنسميهم ايه؟ بالراحة كده معايا، يبقى الاتنين دول هنسميهم ايه؟ spanning set. يبقى هنكتب كده الاس بتاعتنا هي السات اللي جواها الاتنين دول اللي هما 1011 و 011-1، دي كده spanning set. يبقى سيت دي سبانينج سيت. امتى بقى تبقى بيسز؟ لو كانوا اندبندنت. فهنتست الاندبندنس ما بينهم. الاندبندنس هنقيس الاندبندنس ازاي يا جماعه؟ بنعمل ماتريكس ونكون اول كولوم بيبقى اول فيكتور، تاني كولوم بيبقى تاني فيكتور، ونبدا نحولها ايشلون فورم. ناخد ده البيفوت ونصفر ده، وبعد كده ناخد ده البيفوت ونصفر ده. هنلاقي ان ايه، تعالوا كده نشوفها مع بعض. هنلاقي ان الرانك باتنين، هنلاقي اتنين بيفوت في الموضوع ده، وهنلاقي طبعا عدد الكولومز باتنين. الرانك يساوي ان، يبقى يونيك زيرو سولوشن. كل ده انت بتعمله بسرعة جدا انك اتعودت عليه. فنستنتج من كده ان الفيكتورز دول ار اندبندنت، يبقى اس از بيسز كمان، يبقى اس كمان بتكون بيسز فور الايه، الدبليو. ويبقى ال dimension of W بيساوي ايه؟ هتعد عدد ال vectors اللي موجودة في S كام؟ كام vector دول؟ واحد اتنين، يبقى ال dimension of W باتنين. ايه رأيك؟ اتنين اقل من او يساوي. طب ال dimension بتاع ال R4 كام؟ اربعة. طلع رقم اقل من او يساوي اربعة، ما ينفعش ابدا تطلع رقم اكبر، لكن ممكن يطلع يساويه في بعض الحالات حسب المسألة وحسب شكل ايه؟ ال W. ناخد example تاني. طيب نشوف ال subspace اللي اسمها W دي بالشكل ده، A ناقص B زائد C
ايه ناقص بي ناقص سي، ده اول element، تاني element، بعد كده ايه ناقص بي، بعد كده سي. لو جينا الاول هل الموضوع يعني بسيط قوي ولا هنشوف هيمشي ازاي. اول حاجة هنقول ان الاول عايزين ندور على شوية vectors نعمل linear combination ما بينهم يطلع لنا الشكل ده. فهناخد let vector v small جوه ال w، وتعالوا نكتبه linear combination. فالاول وهلة كده هتقول انت عندي a و b و c ثلاثة different symbols، يبقى انا اكيد محتاج ايه ثلاثة vector. فتعالوا نشوف كده للاول وهلة هنعملها ازاي. هنقول هاخد a مضروب في حاجة زائد b مضروب في حاجة زائد c مضروب في حاجة تانية، يبقوا ثلاثة vectors. ايه هما؟ 1 بعد كده 1 1 0. البي اول مرة هتبقى ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد زيرو، السي 1 ناقص 1 0 0. دول ثلاثة فيكتورز، هل بيكونوا ايه؟ دول عبارة عن سبانينج سيت، تمام؟ دول كده سبانينج سيت مفيش كلام، دي سبانينج سيت. لكن هل هم independent؟ هو السؤال كان بيقول find a suitable basis، هات basis وهات منها الدايمنشن عشان تستنتج الدايمنشن. فهل دول independent؟ طبعا لا، الباينه قوي، لان الفيكتور بص كده لو سميناهم v1 و v2 و v3 هنلاقي ان v1 هو ناقص واحد من v2، في علاقة اهي، يبقى دول dependent. يبقى خلي بالك بقى S اللي هي فيها ثلاثة دول spanning set، يبقى S بتاعتنا اللي احنا طلعناها فيها ثلاثة vector 1 1 1 0 ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد 0 وواحد ناقص واحد 0 1. دول ثلاثة vector بس دي هنقول عليها spanning set لكن not basis. ليه يا جماعة؟ ليه؟ لأن هما ده وده are dependent. طب ازاي نجيب البيزس؟ لا، لازم ندور على فيكتورز يكونوا independent. فهنا لو احنا لغينا ده خالص، ده الديبندنت، نلغي واحد وناخد الاولاني والتالت. هل السؤال بيقول هنسمي دي مثلا اس داش، فهل الاتنين دول independent؟ وتاني حاجة، هل الاتنين دول اقدر اجنريت بيهم ال W كلها؟ يعني هل دي spanning set تنفع تبقى spanning set؟ نفكر كده شوية، يعني وقف الفيديو وفكر شوية، هتلاقي انها تيجي معاك ازاي. اهو انا هكتب ال W وهثبت لك ان اي فيكتور بالشكل ده اقدر اكتبه كلينير كومباينيشن من الاتنين دول. بس انت وقف الفيديو الاول عشان تفكر وبعدين ارجع لي تاني. يبقى اهو هكتبها a ناقص b، هخليها a ناقص b و c، وفي الاولين هيبقى 1 وبعدين 1، هتعامل مع دي ان هي حاجة واحدة كده، بعدين 1 وبعدين 0، هنا هتبقى 1 ناقص 1 0 1 صح. يبقى احنا كده اس الجديده دي تعتبر، دي هتبقى بيزس. موافقين؟ لا لسه ما اثبتناش ان هما اندبندنت، هي تعتبر ايه سبانينج سيت برضو، دي سبانينج سيت تمام اثبتناها. فاضل نثبت ان هي بيسز. عشان نثبت ان هي بيسز لازم نعمل ايه؟ ناخد التو كولمز دول اللي هما ال1 1 1 0 وال1 ناقص 1 0 1 دول، ونعملهم في الاشلون فورم. لما نعملهم في الاشلون فورم هنبص نلاقيها طلعت كده 1 1 بعد كده 0 1، ادي البيفوتس بتاعتنا، واخر صفين بقوا صفار. بص كده معايا ان بكام؟ عدد الكولمز ب2. طيب والرانك بكام؟ عدد النون زيرو روز ب2. يبقى ده بيساوي ده، يبقى ده يونيك زيرو سولوشن. احنا بنحل هوموجينيوس سيستم في مساله الاندبندنس، ده هيؤدي بينا ان التو فيكتورز ار اندبندنت. يبقى اذا هنا بقى نقول ان الاس اللي جواها الاثنين دول عباره عن ايه؟ عباره عن بيسز للدبليو بتاعتنا، از ا بيسز اوف دبليو، وبالتالي الدايمنشن انا كده متاكد ان الدايمنشن بكام؟ ب2. اي اتمنى يكون الكلام واضح وتبقوا فاهمين. لو في حاجه مش واضحه ممكن تعيدوا الحته دي تاني، تسمعوها تاني بالفيديو. طيب نوسع الافكار شويه بتاعتنا ونشوف الدرس ده ممكن نستفيد منه بايه تاني. نشوف الاكزامبل ده. find the basis and the dimension of the solution space
of homogeneous system AX equal 0 where A بالماتريكس اللي قدامنا دي. الماتريكس اللي قدامنا دي 5 في 4، يعني دول 5 معادلات في 4 unknowns. ممكن اديهم لك معادلات، ممكن اديهم لك ماتريكس على طول. ودي homogeneous system، يعني الطرف اليمين كله بصفار. وطبعا احنا اتفقنا الهوموجينيوس سيستم بيبقى دايما حاجة من اتنين، ايه يا جماعة؟ يا اما يونيك زيرو سولوشن، يا اما انفينيت. المسألة دي هتطلع انفينيت ليه؟ لانه بيقول سوليوشن سبيس، يعني بيقول ايه المسألة دي ليها انفينيت نمبر اوف سوليوشن. مجموعة الحلول الكتيرة دي بتكون فيكتور سبيس هنسميه سوليوشن سبيس. عايزين نجيب له البيسز بتاعته، وعايزين نشوف بكام فيكتور اقدر اطلع السوليوشن سبيس. الموضوع بسيط جدا وسهل لو فهمنا المطلوب. يبقى هتبقى الخطوات ان احنا نجيب الحل الاول. يبقى اول خطوة هتكون، على فكرة مش جديد خالص، اول خطوة هتكون ان احنا ناخد الماتريكس A نوديها في الاشلون 4. بعد كده نستنتج من عن طريق الباكورد سبستيتيوشن، نستنتج المعادلات الجديدة ونطلع الانونز بدلالة بعض. تعالوا نشوف اول خطوه ايشلون فورم عادي خالص احنا متعودين عليه. يبقى دي اول بيفوت. انا هكتب الحل على طول عشان ما نطولش الفيديو، والستبس طبعا انتوا عارفينها ومتعودين عليها. اخر صفين هتلاقيهم اتصفروا كلهم. يلا نشوف ده معناه ايه. ان هنا ان ب4 اللي هو عدد الانونز، والرانك اوف ايه طلعت كام بيفوتس دول او كام نون زيرو روز؟ 3. فطبعا الرانك اقل من الان، ده بيقودنا ان الحل انفينيت صح. يبقى انفينيت نمبر اوف سوليوشن. كنا بنحله ازاي؟ كنا بنحل من تحت لفوق، بناخد معادله معادله كده ونطلع بالباكورد سبستيتيوشن. نشوف الانونز دي اسميها ايه مثلا، وليكن اكس واي زد دبليو مثلا. يبقى هنطلع من الصف التالت هنطلع ان الدبليو بزيرو، تمام. من الصف اللي بعده اطلع اللي فوقيه، يبقى الواي بلس زد ايكوال زيرو. قبل ما اكمل لازم ارجع هنا واقول ان الفرق ما بين الان والرانك، الرقم واحد ده ليه معنى بالنسبة لي، وهو عدد الفري variables او عدد الاسامشن. يبقى انا هحل وانا عارف ان عدد الاسامشن 1، يعني مش هحتاج اعمل غير اسامشن واحد او عدد الفري variables. احنا مش هنحتاج نعمل اسامشن اساسا. بدل ما نقول let مثلا زد equal t، انا هطلع الحل بدلالة الزد. ايه رأيكم؟ فمن هنا هطلع ان الواي equal ناقص زد. انت مثلا تقول لي لا، انا هطلع الزد بدلالة الواي وبعدين هروح اجيب الاكس بدلالة الواي. صح، براحتك. المهم نطلع كله بدلالة كام فري فاريبل واحد بس، بس كده. فهنطلع للسطر الاولاني، الصف الاولاني، نلاقي ان الاكس وتلاتة واي وزد وتلاتة دبليو بيساوي صفر. من هنا هنطلع الاكس بتساوي هتساوي ايه؟ 2 زد. يبقى احنا جبنا كده كل الحاجات بدلالة الزد. تعالوا نشوف ازاي نكتب الحل ده، ازاي نكتب الحل ده. هكتبه تاني كده قدامكم عشان تشوفوا ازاي نعبر عن الكلام ده في فيكتور فورم في بلينير كومباينيشن. W طلعت بصفر، الواي طلع بناقص زد، الاكس طلع باتنين زد. يبقى في كام فري variable؟ هو الزد. يبقى انا اي السوليوشن سبيس هيكون شكله ايه؟ عايز اكتب السوليوشن سبيس اللي هو اي فيكتور جوه الحل هيكون شكله ايه. اكس واي زد دبليو هيكون شكله ايه؟ هيكون ان تيرمز اوف زد. الاكس بيساوي 2 زد، اوكي. طب الواي بيساوي ناقص زد، طب الزد بتساوي زد، ماشي. طب الدبليو بيساوي صفر. وبكده اكون كتبت السوليوشن سبيس عن طريق linear combination من فيكتور واحد بس. يبقى ده معناه ايه؟ ان ده هو ال spanning، بس مش ده، يعني انا هكتب set. خلينا نكتب صح. يبقى set S عبارة عن الفيكتور ده بس. هقول كده ان S is a spanning set. دي كده spanning set of ال solution space. يعني ايه؟ اي حل انت عايزه للمعادلات دي، اي حل، احنا قلنا في عدد اللي هي من الحلول، اي حل منهم بقى كان بريتن از الشكل ده، مع اختلاف ايه؟ مع تغيير في الزد. العب في الزد زي ما انت عايز، حط الزد بواحد، حط الزد باتنين، حطها باي فاليو اربيتراري. لكن اي
اي حل انت هتجيبه هيبقى جاب بالطريق من العلاقه دي، يبقى من لينير كومباينيشن ده. يبقى اذا هنقول ان دي كده سبانينج سيت. طب هل هي بيسز؟ اه طبعا، اللي هي واحده لوحدها فاكيد اندبندنت، واحده لوحدها فكمان هي ايه، اس از بيسز. يبقى تقدر تجاوب على السؤال بقى ايه الدايمنشن بتاع الدبليو، اللي هي دبليو كابيتال اللي هي في اصل المساله دي، او ايه الدايمنشن. ليت اسيوم ان دبليو هي السوليوشن سبيس، ده معنى الدبليو هنا السوليوشن سبيس، ده سب سبيس من الايه، من الور من الفيكتور سبيس. فايه الدايمنشن هنا؟ طلع ب1. يبقى الدايمنشن بتاع السوليوشن سبيس طلع ب1. ده مثال لتطبيق كده للي احنا بنتكلم فيه، فكرة السبانينج والبيسز. لو احنا عندنا مجموعة من المعادلات، هناخد اكزامبل تاني نفس المطلوب بالظبط، ومدينا هنا معادلة واحدة بس. انا قلت انا ممكن اديك السيستم كله ماتريكس كاملة، هنا السيستم عبارة عن معادلة واحدة بس فيها 4 unknown. يعني حتى لو عملناها في صورة ماتريكس هتلاقيها كده 1 ناقص 1 1 ناقص 1. دي الماتريكس ايه بتاعتنا، هوموجينيوس سيستم بس فيها معادلة واحدة في 4 unknown x y z w. طبعا دي واضحة قوي انها طبعا انفينيت، مفيش كلام انفينيت. ليه؟ لان عدد الايه، البيفوت هو بيفوت واحد والان ب4، فهنا number of pivot هلاقي ان ان ب4 والرانك بايه، ب1. ففي 3، اقول لنفسي كده في 3 free variables. يبقى solution space لازم يطلع in terms of 3 free variables. ممكن افرضهم ممكن اسيبهم زي ما هم. ايه هم الثلاثة؟ براحتك اختار اي 3 منهم. فانا هقول مثلا let x بيساوي، هخلي ال x في ناحية وهجيبه بدلالة ال y ناقص z زائد w. دي المعادلة اللي انا همشي وراها. يبقى معنى كده ان solution space اللي طالع x y z w can be written as linear combination من ايه بقى، 3 vector. لو ضربنا ال y في 0 1 0 0 سوري، الاكس بيساوي ايه، لا دي غلط. طيب الواي الاول نكتبهم الاول في صورة 3 فيكتور كده، الواي والزد والدبليو صح، وتعالوا نظبط اللي جوه بقى. يبقى كان بي ريتن از 3 لينير كومباينيشن. الواي هتتضرب، نمسك الاكس الاول، الاكس عبارة عن واي ناقص زد زائد دبليو صح كده. طيب الواي، الواي هي واي والباقي صفار، الزد هي زد صح والباقي صفار، الدبليو هي دبليو والباقي صفار. فهو ده شكل الفيكتورز، دول 3 فيكتورز. لو كوننا منهم سيت اس حطينا جواها التلاتة دول، هنقدر نقول ان التلاتة دول ار ايه، سبانينج سيت. يبقى اس دلوقتي هي سبانينج سيت للسوليوشن سبيس كله، يبقى دي سبانينج سيت. طب يا ترى independent ولا لا؟ هنتشيك الاندبندنس، لو لقيناهم independent يبقى ده كمان basis، فهما هيطلعوا independent ويبقى دي basis. ومن هنا يبقى الدايمنشن، نستنتج ان الدايمنشن في المسألة دي بتاع السوليوشن سبيس بكام؟ بتلاتة. تمام، اخر المسألة. طيب المسألة دي عايز تفكير شوية كده، ناخدها بالراحة مع بعض. find dimension of w. يبقى هنا W ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن subspace، و W مش في المسألة. يعني في الأمثلة اللي فاتت كان W بيبقى معانا، لكن هنا مش معانا ال W. أمال معانا ايه؟ معانا ال spanning set بتاعت ال W. معانا S دي spanning، عرفنا منين؟ اهي من المعادلة دي، W بت span of S، W equal span of S، يعني معناها ان S هي ال spanning بتاعت ال W. يبقى دي ال spanning بتاعت ال W، spanning of W. W نفسها مش معانا، فعاوزين نوصل ايه، للبيسز بتاعت ال W وال dimension طبعا، وهتبقى سهلة. فازاي نفكر في حاجة زي كده؟ يبقى بالمنطق كده نقول بعض، طالما S is a spanning وفيها 3 vectors، احنا ما نعرفش شكل الايه، ما نعرفش شكل ال W خالص. فاحنا هنا لو اثبتنا، if we prove ان الثلاثه فيكتورز دول هنسميهم مثلا v1، خلي بالك ان دول polynomials، الفيكتورز دول اللي هو الشكل بتاع اللي هم اساسا جايين من ال p كام، t squared، يبقى 2. يبقى هنا w subset من p2، واضح قوي. فاحنا هنا عارفين ان ال p2 اصلا البيسس بتاعته بكام، او الدايمنشن بتلاتة، فالبيسس فيها 3.
فيبقى معناها ان الدايمنشن بتاع الدبليو لازم يطلع رقم 3 او اقل، يعني لازم على جنب كده. كل ده انا عماله استنتجه مع تحليل الموقف، يعني يبقى الدايمنشن بتاع الدبليو هيبقى اقل من او يساوي 3. دي هركنها على جنب كده لنفسي كده، عشان ايه لو طلعت رقم مختلف اقول لا غلط. فالدايمنشن بتاع الدبليو اقل من او يساوي 3، ليه؟ لان دول سبسات من جايين من البي 2، البي 2 قلنا الدايمنشن بتاعته 3. نرجع للموضوع تاني، احنا عارفين ان الفيكتور v1 و v2 و v3 سبانينج بيكونوا سبانينج سيت. يبقى if we prove ان v1 و v2 و v3 are independent، يبقى هنوصل لايه؟ لو اثبتنا ان الثلاثه دول independent هنوصل ان ال s is a basis. يبقى احنا هدفنا دلوقتي نشوف الثلاثه دول يا جماعه independent ولا، الثلاثه polynomials دول independent ولا. اخدنا زيها المساله دي في المحاضره اللي فاتت وعملناها بالراحة، يعني بالراحة دي انا عملنا ايه؟ قلنا let assume كده الاول ان في constant مثلا k1 هيتضرب في الاولاني، و k2 ده constant في التاني، و k3 ده constant في التالت، كل ده بيساوي 0. وبعدين بدأنا نكتب المعادلات، ومنها بدأنا نكتب matrix form عشان نوصل ايه، يبقى homogeneous system، ونوديه في الاشلون فورم ونشوف لو طلع، ها لو طلع يونيك زيرو سوليوشن يبقى خلاص دول independent، لو طلع انفينيت لا يبقى dependent. طيب عملنا الكلام ده بالراحة الليكتشر اللي فات، انا هنا هعمله بسرعة، هساوي المعادلات على طول ببعض. فهساوي معادلة تي سكويرد في الطرفين، فهلاقي المعادلة التي سكويرد في الطرفين، هلاقي هنا زيرو وتي سكويرد هنا عبارة عن ناقص 1 وهنا 1. طب ما اعمل، انا بكتب، خلي بالك انا بايكويت الكوفيشن وبكتب ماتريكس على طول، يعني بعمل الاتنين في خطوة واحدة. فانت لو مش فاهمها وقف الفيديو واعملها بنفسك، ايكويت الكوفيشن، هنطلع تلات معادلات في تلاتة انونز k1 k2 k3، وبعدين اقلبها ماتريكس هتلاقيها بالشكل ده. طيب هساوي معامل، يبقى ده تي سكويرد، هساوي معامل تي في الطرفين يبقى كده 1 وبعدين 0 وبعدين نيجاتيف 2، هساوي معامل تي باور 0 في الطرفين هيبقى 1 و2 نيجاتيف 4. بكده هنكون كوننا الماتريكس بتاعتنا، هنعمل لها ايشلون فورم ونشوف كده مع بعض ايه اللي هيحصل. اوكي، ونشوف شكل البيفوتس يا ترى هيبقوا اندبندنت ولا ديبندنت. ده الشكل اللي طلع لنا في الايشلون فورم، ان هنا بتلاتة، في تلاتة كولومز، الرانك طلع باتنين، يبقى الرانك اقل من الان، يبقى كده معناها ان دي انفينيت. طب ده معناه ايه يا جماعة؟ ده معناه ان البولينوميالز دول مش independent، يبقى التلاتة دول مش independent. امال ايه؟ خلي بالك بقى من حاجة هقولها لأول مرة ودي مهمة جدا، الكولم اللي فيه البيفوت هما دول الاندبندنت كولمز، واللي ما فيهوش بيفوتس ده الديبندنت. اول مرة بنفسر بقى موضوع ان ليه في كولمز فيها بيفوتس وليه كولمز ما فيهاش، اهو احنا هنا بنقولها بقى. يبقى هنا ال first column وال second column are independent، يبقى دول جايين منين اصلا؟ يبقى اول vector اللي هو اول ده على فكرة اول polynomial، لو بصيتوله كده هتقروه معايا كده هتلاقوا اول t squared بزيرو، ماشي، يبقى ده هيتقرا t plus 1، ده اول polynomial. ده تاني polynomial اللي هو t plus 1 اهو، ده تاني polynomial اللي هو يتقرا ازاي؟ ناقص t squared زائد 0 زائد 2، يبقى اللي هو 2 ناقص t squared اللي هو ال v2. يبقى كده خلي بالك بقى ان اول فيكتور ده هو ال v1، وتاني فيكتور ده ال v2، وده كده ال v3. بس انا هستنتج حاجة من شكل البيفوتس، هستنتج ان ال first column وال second column are independent، يبقى معناها ايه؟ ان التالت كولوم ده dependent، يبقى معناها ان اول polynomial، هروح بقى للماتريكس الاصلية اخد v1 و v2 بس، يبقى انا هاخد هكون s جديدة فيها اول كولوم من الماتريكس الاصلية v1 و v2 بس، ماخدش v3 معايا. ليه؟ ما اخدش v3 ليه؟ عشان يبقوا independent، عشان انا دلوقتي بدور على basis. فهاخد فعلا v1 اللي هي 011 ماتريكس الأصلية 011، وبنفس الترتيب اوعوا تلخبطوا أي حاجة، ال v2 اللي هي ناقص 1 و0 و2 اللي هم جواهم ايه؟ لو نرجع تاني اللي هم أول polynomials، لو نرجع نكتبها polynomials هنلاقي 1 plus t و 2 minus t squared، فعلا دول ال basis، form a basis
دول بيكونوا لنا البيسز اوف دبليو. انا ما اعرفش الدبليو على فكره، ما جبناهاش ومش هنجيبها، احنا كل اللي يهمنا البيسز بتاعتها والدايمنشن. اذا الدايمنشن بتاع الدبليو بيساوي كام؟ عددهم 2. فهمنا حاجه؟ نقول تاني الحته دي. المسألة دي مختلفة شوية بس مهمة جدا لأنها بتورينا كونسبت جديد، وإيه هو؟ لأول مرة بنفهم معنى إيه ليه كولومز فيه بيفوت وكولوم ما فيهوش. الكولوم اللي فيه البيفوت هو الاندبندنت، والكولومز اللي ما بيظهرش فيه بيفوت بيبقى ديبندنت، صح؟ فمن شكل الإشلون فورم بنقدر كمان مش بس نعرف طبيعة الحل ده، احنا كمان بنقدر نعرف مين هما الفيكتورز الاندبندنت ومين الفيكتور الديبند. فلقينا ان اول وتاني كولوم هما الايه الاندبندنت، يبقى نروح نجيب من الماتريكس الاصليه، نروح نجيب الفيكتورز الاصليين اللي هما رقم 1 و2 دول اندبندنت، ورقم 3 ده ديبندنت. تمام؟ فبكده قدرنا نكون البيزس وقدرنا نعرف الدايمنشن، ويكون الدايمنشن بيساوي 2. بكده انا خلصت المحاضره، اتمنى تكون واضحه. لو في اي حاجه في تواصل بيننا مستمر بلغوني، لو في اي حاجة صعبة اوضحها في الفيديو الجاي. شكرا ليكم.